كل هذه الأحداث التاريخية هي دليل بأن الجزائر ليس لها أي دخل في النزاع، فقط هي حليف استراتيجي لجبهة البوليساريو. هي من الحاضنة 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 الحاضنة، ولم تضمن حتى حقوق شعبية. وكيف لدولة تضحكوا على نفسك؟ تضحكوا على نفسك، يضحكوا على نفسك كأنه يصور الجزائر بأنها سويسرا. يضحكوا على نفسك. ما نراه الآن هم عملاء فقط، وهم ليس سوى بأمزنطات خارجية يتكلموا على الجزائر وكأنها سويسرا، وبالتالي حتى الجزائريين سيعارضونه المواطنين الجزائريين. يتكلم على الجزائريين بأنها تشير إلى تقرير مصيرها، وهي لم تقرر حتى مصير شعبها. في وقت الجزائر تحتاج للحليب، تحتاج للبطاطا، تحتاج للمواد الأساسية في دولة بترولية. وضعك في الصورة غايتنا. السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. اول حاجه نبدا بهذا الفيديو هي الف تحيه للصحفي والاستاذ المغربي واللي كيعجبوني انا الاساتذه المغاربه اللي كيعرفوا يسجلوا النقاط في اي لقطه. ود البوليزاريو كيعطي مغالطه ما كيسكتش ليه وكيعطيه في الصميم، خصوصا ملي بدا كيسوق للجزائر. قال له واش كتسوق للجزائر؟ واش هي سويسرا ولا واش دولة بترولية مازال غارقة في الحليب وفي البطاطا كتسنى منها تجي تحرك وكتدويرك على الاستقلالية وهي ما عطيهاش للشعب ديالها؟ بدا كيتكلم على تصفية الاستعمار وكذا، وحنا حاطين الملف في اللجنة الرابعة. قال له قول لي شكون اللي حط داك الملف. دراسو ما سمعوش ولا كررها، قول لي شكون اللي حط داك الملف، جاوبني وقول لي شكون اللي حط داك الملف. ما بغاش يهضر عليه لأن بالفعل كانت واحدة من الغلطات ديال الدبلوماسية المغربية، والمغرب هو اللي حط داك الملف. ولكن الشبعة ديال الضحك هي ملي قال له حنا دابا سلخنا الجيش المغربي والحرب مازال قائمة ونحن نفعل ونتخندق. بقى كيضحك عليه الأستاذ المغربي وقال ليه فعلا فعلا نتوما راه شادين دابا الحرب بدوك الفيديوهات المفبركة ديال الجزائر وفي الرسوم المتحركة، أما في أرض الواقع فالنتيجة كنشوفوها في المنطقة العازلة. اللي كيدخل كتشوي واحد الحبيبة راه كدور تما، ديك الحبيبة الطويلة اللي دخل كتبكي عليه أمه. فألف تحية للأستاذ ديالنا الرائع، خليكم مع الفيديو نتمنى تفعلوا معاه بشكل كبير، ما تنساوش تدعمونا بلايك. الناس اللي مازال ما مشتركينش معنا يشتركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. الكثير من المنظمات الدولية موجودة في مخيمات العزة والكرامة لمنظمة الأمم المتحدة، يونيسيف، وحتى غيرها من المنظمات التي تدعم اللاجئين الصحراويين. في كل التقارير الشهرية التي تصدر أو السنوية لهذه المنظمات لم تتضمن منذ دخولها إلى مخيمات أعطيني إحصاء للسكان، لم تتضمن بأنه أعطيني إحصاء للسكان، لم تتضمن وجود اي سجن في مخيمات اللاجئين الصحراويين. تكلم على سرقة المساعدات، عكس تكلم على سرقة المساعدات شهريا للمنظمات الدولية وحتى التقارير السنوية للمنظمات الدولية التي تؤكد بانه موجود يوجد العشرات من المعتقلين السياسيين داخل سجون الاحتلال المغربي. اذا لماذا كل هذه المغالطات التي تقدمها ابواق المخزن اليوم على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى على مستوى المناظرات في القنوات التلفزيونية؟ نجد أن النظام المغربي يعلق آماله على هؤلاء الذين يقدمون أنفسهم أداة للدفاع عن أطروحة المخزن. شرف 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 المخابرات المغربية لخدمة أجنداتها. أقول أن المنظمات الدولية لم تذكر أبداً أي سجن في مخيمات اللاجئين الصحراويين. شرف شرف شرف. هذا سيدتي هل أتكلم؟ تفضل. هل أتكلم؟ سيدتي أن السعي للوحدة، السعي لديمقراطة الدولة والمجتمع، السعي للتنمية، إذا كان هذا تعبير على وطني فهو شرف جد فخور به. أما أن أكون عاملا لقبرانات الجزائر، أن أتلقى أن تكون عاملا للجزائر وأن لا تكون عاملا لإسرائيل يشرفنا على رأس. دعني أكمل. فقط لا تكمل رشيد. يعني يقول يعني هنا تحدث عن تطبيع المغرب مع إسرائيل، كيف ترد على ذلك؟
هي عودة العلاقات إلى المغربية الإسرائيلية. نعلم سيداتي أن حوالي مليون إسرائيل مليون يهودي مغربي داخل إسرائيل، وهذه ميزة المغربية، ميزة وافي أن التعددية، هذه التعددية العرقية والدينية لا يفهمها البعض من الذي تربوا على الفكر الوحيد. وبالتالي فإن عودة العلاقات بين المغرب وإسرائيل هي هذه العودة من شأنها أن تفيد القضية الفلسطينية، من شأنها أن تكون حوارا. سيدتي بأن مواقف المغرب واضحة، كيف ستفيد القضية الفلسطينية؟ نعلم بأن المغرب شكل على دوامة هذه القضية قضية فكرا عقلانيا برغماتيا للدولة الفلسطينية. وبالتالي فإن يمكن، لأن مطالب المغرب هي مطالب المغرب هي كالتالي: هي الحدود على القدس الشريف عاصمة دولة فلسطين، الحدود على وفق سنة 1967. وبالتالي ما المتغير بين من الفرق بين هذه المواقف المغربية وما مواقف ما بين بعض الدول التي تتصدق والتي ينقصها شرعية ومشروعية في الحكم وتحاول استهلاك هذه القضية لكي تبقى جاثمة ضد الديمقراطية في بلدها. وبالتالي فإن موقف المغرب وعودة العلاقات بين المغرب وإسرائيل من شأنها أن تؤدي إلى الحوار العقلاني، إلى تحقيق السلام وقيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف. هذه هي رؤية برغماتية عقلانية للمنطقة، بعيدا عن أنظمة الحزب الوحيد التي تتخذ من القضية الفلسطينية هي كشعارات بدون محتوى بدون أساس مشاريعي. وبالتالي فإن موقف المغرب أتحدى أن تكون دولة عربية رغم ادعائها الشعارات ألا تكون هذه إلى هذه المواقف. الحدود وفق 67، القدس الشريف. وبالتالي إن مواقف المغرب واضحة، وبالتالي عودة العلاقات بيننا وبين إسرائيل تحكمها العديد من المناطق من المقومات، باعتبار أن جالية مهمة في إسرائيل هي مغربية ولا زالت تعتقد بالجنسية المغربية. وبالتالي فإن المغرب هو فرق بينه وبين الدول، هو متاح لجميع أبنائه باختلاف دياناتهم، باختلاف آرائهم، باختلاف توجهاتهم السياسية. لهذا قلت لضيفك: مرحبا بك في وطنك، نناضل جميعا من أجل التعددية، من أجل الديمقراطية، من أجل التنمية، من الشمال إلى الجنوب. توحدنا ثلاث أشياء: الدين الإسلامي والوحدة الترابية والملكية. إذن هذه هي ثوابت الدولة المغربية والخيار الديمقراطي وترسيخ الديمقراطية في بلدنا من الشمال إلى الجنوب، مثل العيون، مثل طنجة، مثل أكادير، مثل الرباط. كل هذه الأحداث التاريخية هي دليل بأن الجزائر ليس لها أي دخل في النزاع، فقط هي حليف استراتيجي لجبهة البوليساريو. هي من الحاضنة 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 الحاضنة، ولم تضمن حتى حقوق شعبها. وكيف لدولة تضحكوا على نفسك، تضحكوا على نفسك، تضحكوا على نفسك، تتصور الجزائر كأنها سويسرا، تضحكوا على نفسك، تضحكوا على نفسك، يضحكوا على نفسك كأنه يصور الجزائر كأنها سويسرا. يضحكوا على نفسك، يضحك على نفسه. الجزائر وجنوب افريقيا وغيرها من الدول الداعمه لحق الشعب الصحراوي في الوجود، لماذا المغرب مؤخرا من خلال منظاره الذي يرى به الملك، لماذا لم يقطع علاقاته مع جنوب افريقيا وقام نكايه بذلك بقطع العلاقات مع تونس لانها يعني الحلقه الاضعف في ذاكرته؟ بالتالي نقول للمغرب او حتى لكل الذين يسبحون في فلك المخزن بان حق الشعب الصحراوي هو حق ثابت ومشروع، لأن قضية الصحراء الغربية هي قضية ضمن لوائح اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار، وليست ضمن أي لائحة أو لجنة أخرى. القضية الصحراوية هي قضية تصفية استعمار في المنطقة. من وضعها أو كل الشماعات التي تعلق عليها دولة الاحتلال المغربي آمالها اليوم هي شماعات فاشلة، وبالتالي النظام المغربي أصبح يكتوي بلهيب انتصارات جبهة البوليساريو، خاصة في المعارك التي أصبح يدك من خلال جيش تحرير الشعب الصحراوي
تخندقات وجحور جيش الاحتلال المغربي على مستوى جدار الذل والعار، نقول بأن قرار محكمة العدل الأوروبية الذي لخص مؤخرا بأن لا ممثل شرعي للصحراويين إلا الممثل الشرعي للصحراوي عفوا هو جبهة البوليساريو، وهكذا أضغاط أحلام كذلك، كذلك أضغاط فلتسقط أحلام الاحتلال المغربي وليسقط أزلام أضغاط وأحلام وترحل دولة الاحتلال المغربي إلى ما وراء جوالين وإلى ما وراء أكادير. أضغاط وأحلام رشيد، يعني كل يعني كل المعطيات يعني حقيقة، وهذا النقاش الساخن بينك وبين ضيفي الآخر، يعني تشير أنه ليس هناك أي يعني رغبة من الطرفين في الوصول إلى الحل والتسوية، ويعني سواء من المغرب أو من جبهة البوليساريو. بالعكس، يعني حقيقة يعني هذا ما استنتجته من هذا النقاش الحاد بينكما طرفا الحوار. وربما هنا أتساءل، يعني إذا كانت المغرب لا ترغب في يعني الوجود الحل والتسوية، وجبهة البوليساريو من الجانب الآخر يعني لا ترغب في البحث عن الحل والتسوية، يعني هل ربما أن يمكن أن يطرح هذا يعني فكرة عودة الاشتباكات المسلحة بين الطرفين وبين طرفي النزاع؟ هي تحدث الآن أستاذ، هي تحدث في 13 من نوفمبر من سنة 2020. ولكن ليس هناك حديث عن عودة الاشتباكات المسلحة أستاذ. لا تحدث، إنها تحدث فعلا في 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 فيديوهات مفبركة للجزائر. إنها تحدث في فيديوهات مفبركة، تحدث في الرسوم المتحركة، تقرير لصاحبة يد وتحرير إسرائيل. سأعرف لك المجال، يعني فقط لا نحن فقط سأعرف لك المجال. أستاذ صلاح من فضلك، أستاذ صلاح، إنها تحدث في الرسوم المتحركة وفي مخيال وفبركات وكالة الأنباء الجزائرية، تحدث إنها تحدث. أما بخصوص المغرب فقد قدم مقترحا لإنهاء هذا الصراع، وفتح النقاش واضحا. الجهة الأصلية لهذا النزاع هي الجزائر، وما بالتالي ما نراه الآن هم عملاء فقط، وهم ليس سوى بأنظمة خارجية يتكلموا على الجزائر وكأنها سويسرا، وبالتالي حتى الجزائريين سيعارضونه، المواطنين الجزائريين يتكلم على الجزائريين بأنها تشير إلى تقرير مصيرها، وهي لم تقرر حتى مصير شعبها. يقول على الجزائر بأنها تدافع على القضية الفلسطينية، وكأن الجزائر تعطي السلاح للمقاومة الفلسطينية. يا سيدي، يكفي من الشعارات المحفوظة والمصروخة، والتي لا شك أن حتى إخواننا في تندوف لن يرضوا هذه المقولة، وكنا أغنية قديمة في زمن حديث. ولكن الجزائر اليوم عادت بقوة للساحة الدبلوماسية الدولية، وربما يعني حاجة أوروبا يعني للجزائر كمصدر كبير للغاز، يعني يمكن أن يفيد الجزائر في القضية الصحراوية، وهذا ما تحدث عنه الكثير. سؤالك واضح، وبالتالي هي محاولة إعطاء رشوة للغاز مقابل وإناء الاعترافات. سيدتي، من الدول الكبرى لا تطالع لهذا. إن الجزائر من خلال استرخاص الغاز الجزائري لكي يبني الوطن الجزائر، يعطى كعمولات من أجل شراء الأسلحة ومن أجل أخذ المواقف، ولا عمري أن قمة الانحطاط. في سؤالك هو جواب على ما يقع الآن، وفي سؤالك هو قمة بأن الجزائر طرف أصيل في هذا النزاع المفتعل، الغاز مقابل المواقف. هذا العار للنظام الجزائري في وقت الجزائر تحتاج للحليب، تحتاج للبطاطا، تحتاج للمواد الأساسية في دولة بترولية. بالله عليكم، الدولة التي لا تلبي حاجية أبنائها ومواطنيها، هل تلبي هل مؤهلة لكي تتحدث على حق تقرير المصير، وهي لم تحقق حتى مصير أبنائها؟ وبالتالي فإن ضيفك إما يعاني من انفصام في الشخصية، وإما أنه أحمق، وهو فعلا أحمق. قليلا من الاحترام دكتور رشيد، من فضلك دكتور رشيد، هذا ضيفي ولا أسمح لك بأن تتجاوز يعني أن تتجاوز يعني. لا، من فضلك يعني أنا أتحمل مسؤولية هذه الحلقة، من فضلك دكتور رشيد. أنا أتكلم عن حمق سياسي، ولا أتكلم عن الأحمق بمعنى فاقد الآلي، لأن الأحمق الفاقد الآلي لا يأخذ عمولات، وبالتالي في هذه العبارات يعني
لا انا عباره، هي عباره ميتافور، هي ميتافور، هي عباره مجازيه لكي اصل الى مدى الانفصام ومدى اللامعقول في كلام ضيفك الكريم. كيف يقول بان الجزائر تدعم حق تقرير المصير وهي لا وهي لا ت... وهي تحترم مصير حق تقرير مصير لمواطنيها؟ كيف تقول بان الجزائر وهي لا تضمن حتى الحليب والبطاطا لسكانها وهي دوله بتروليه؟ في سؤالك تقولين الغاز مقابل المواقف، هذا قمه الانحطاط الذي يعانيه النظام الجزائري، هذا قمه العقده المغربيه، هذا قمه، هذه اجوبه. لا دكتور، لم يتبقى لك الوقت الان لترد استاذ صلاح، يعني طلبت الرد على ما قاله ضيفي الكريم ولك المجال لذلك. تسمعني استاذ صلاح؟ أستاذ صلاح هل ما زلت معنا؟ واضح الظاهر أن انقطع الاتصال مع الأستاذ صلاح، سنعيد الاتصال. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، خليوا لي الرأي ديالكم في التعليقات، باش تخلوش عليا بالرأي ديالكم. الناس اللي مازال ما مشتركينش معنا يشتركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لأي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، كيف العادة نشوفوا فيديو جديد وديما مغرب.